زين خلاص نبدا. زادوا شوي العدد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمني ما ينفعني. الحمد لله صوت واضح، كمل. هي اوكي زين، ملاحظات تقول لي صوت واضح. بدايه حديثنا راح نشرح عن موضوع الفلك بشكل عام، ثم بندخل على الاهله عشان نفهم موضوع الأهلة. لازم نعرف ليش نحن بدينا موضوع الفلك. كل شيء ما يحيط بنا من خارج الغلاف الجوي ويعتبر فضاء. يعني ان ال اقرب من اقرب جرم سماوي لنا الى ابعد المجرات السحيقة اللي تبعد عنا مئات الملايين السنوات الضوئية. نقدر نبدأ من الشهب. الشهب هي تقريبا من أقرب تقدر تقول الأجرام، لأنها عبارة عن ذرات غبار تدخل في الغلاف الجوي ونشوفها تمر علينا مثل اللي هي الشهب. بعد ذلك يكون عندنا أقرب الأجرام السماوية لنا، واللي الناس اتغزلوا بها واللي كتبوا عنها قصائد وأشعار، اللي هو القمر. هذا اللي بنتكلم عنه اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. بعد ذلك الكواكب، مجموعتنا الشمسية، المجرات، السدم، هذه كلها تدخل في منظومة علم الفلك. ليش ناس يدرسونها؟ حسابات، يعرفون كم عمر الكون. وليش نحن ندرس الفلك؟ لأسباب، منها حساب المواقيت، ومنها أيضا الاتجاهات. يعني اللي يعرف الشمال خلاص ما راح يضيع. صحيح نحن عندنا في تلفوناتنا هالأيام كل شيء متوفر، الساعة موجودة تقدر تعرف الساعة كم حين، الاتجاه تعرف، التاريخ تعرف، حتى أن في برامج تقدر تقول لك القمر الحين في أي طور، كم عمر القمر، متى راح يطلع. هذه كلها متوفرة، ما كانت متوفرة في الأيام السابقة. فإن شاء الله تعالى راح نفصل بشكل سريع مختصر حتى لا تملون يعني، وإن شاء الله تكون ورشة سريعة طيبة سهلة. مثل ما تعرفون القمر، يعني مثل حتى ما بديت، إن أقرب الأجرام السماوية لنا ويدور حول الأرض دورة ثابتة ما تتغير. وطبعا راح نتطرق إلى ليش نحن بس نشوف جانب واحد من القمر، ليش ما نشوف الجانب الآخر يعني. هذا أيضا راح نشرحه لكم. أيضا القمر كانوا الأولين يتحرون أن الفوهة الأماكن الداكنة اللي في القمر هذه يتحرونها بحار، لأن الأرض فيها بحار، فيتوقعون أن القمر أيضا فيه بحار. ومع الاكتشافات، مع وصول يعني التلسكوبات وهذا، اكتشفوا أنها هذه المناطق تحوي معادن، فلذلك داكنة أكثر من باقي المناطق على القمر. وسموها، كانوا جماعة يسمونها أول، لها مسميات، بحر الشدائد، بحر الظلمات. انا عندي اطلس بديت فيه ان شاء الله، ومسمي فيه بعض المناطق فيها، ومسوينها ان شاء الله ان شاء الله راح ترى النور باذن الله تعالى قريبا يعني. القمر يمر في اطوار، ويدور حول الارض، ويدور دوره واحده فقط حول نفسه خلال 27 يوم والنص تقريبا، يمر حول نفسه بطريقة ان نحن ما نشوف الا جانب واحد منه. الله سبحانه وتعالى قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما ادري اذا تعرفون شو هو العرجون. عذق النخل نحن نسميه هنا العسو، مثل المخمة هذه، يد العسو تكون دائما مقوسة. فالقمر يوصل هالمرحلة، يكون مقوس
قديم ويعني، فانحناء العسو هذا وانحناء العذق النخل هو نفس انحناء، هو نفس شكل الهلال. لذلك الله سبحانه وتعالى قال حتى عاد كالعرجون القديم. مثل ما قلنا له منازل. وأيضا في نقطة أخرى، أن الفلكيين يوم يولد الهلال، نحن نقول عنه ينولد الهلال، الفلكيين يطلقون عنه الاقتران، وفي الاقتران هذا يحدث عادة الكسوف، كسوف الشمس. ليش؟ لأن القمر يكون مقترن بالشمس وبالأرض، يكونون على خط واحد، فأشعة الشمس تضيء الطرف المظلم، أما الطرف اللي نحن نشوفه فيكون معتم. ليش؟ لأنه ما قاعد يعكس أشعة الشمس، لذلك نحن ما نرى الشمس، ما نرى سوري القمر. في هالحالة القمر يعتبر محاق، انمحق يعني مظلم مختفي ما يبين. بعد ذلك تبتدي أطوار القمر من هلال إلى تربيع أول، إلى أحدب متزايد، أحدب وأحدب متزايد، إلى بدر، ومن بدر أحدب متناقص تربيع ثاني، ثم إلى الهلال اللي هو هلال آخر الشهر، ثم يعود مرة ثانية محاق ويكمل دورته، وهذا في كل شهر. لذلك الناس سألوا رسول صلى الله عليه وسلم شو هي الأهلة، والله سبحانه وتعالى قال لهم، رد على النبي قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة مواقيت للناس، الناس تعرف من خلالها بداية شهرها، متى الحج، حتى العدة للنساء، يعني مواقيت الناس تبتدي من الأهل. ما بنطول عليكم، بنبدأ على طول بالعرض التقديمي. هذا العرض التقديمي. مثل ما قلنا مفهوم الأهلة في علم الفلك. نبذة عني أنا، تميم سالم سيد التميمي، خطاط عربي ومصور فلكي إلى جانب التصوير العام يعني. عندي عضويتين، عضو في جمعية الإمارات الفلك، وأيضا عضو مؤسس في موقع مركز العاصفة، كوني أحد من أحد مطاردي الأمطار. وحساباتي موجودة عندكم، مبينة عندكم هني في السلايد، وبشارككم هذا الباوربوينت. مثل ما طرقنا في البداية، أن علم الفلك دراسة علمية للأجرام السماوية الموجودة، إن احنا نشوف النجوم والكواكب والذنبات والنيازك والمجرات. طبعا في أمر يعني استوقفني، أن بعض الناس يظن أن الشمس، شمسنا اللي في مجرتنا، ما تعتبر نجم، هي اسمها شمس يعني غير عن النجوم. فهالمعلومة يمكن قد تلبس عند بعض الناس. النجم، شمسنا نجم كباقي النجوم، يعتبر صغير نسبيا. وأيضا معلومة أخرى، أن نحن مجموعتنا الشمسية من المجموعات النادرة اللي يكون فيها شمس واحدة فقط، يعني معظم المجموعات الشمسية في، نقدر نقول في مجرة درب التبانة لها أكثر عن شمس، شمسين، 3 شموس، وتدور حولها الكواكب، والكواكب أيضا لها أقمار. الصورة هذه تبين لكم الحزام، تبين لكم مسارات الكواكب، الكواكب الصغار الأربع، عطارد، الزهرة، المريخ، الأرض. هذه كواكب تعتبر من الكواكب اللي لها أرض يابسة ولها تضاريس. أما الكواكب الأخرى الكبيرة الباقية الأربع، هذه كلها كواكب غازية، يعني ما لها قاع ولا يعني ما لها تضاريس. وفي مثل ها ما تشوفونه اللي هو مذنب هابل الكبير المعروف، والكويكبات ها اللي تدور حول بين المريخ والمشتري. زين، ننتقل لحديثنا للقمر. طبعا هاي الصورة أنا مصورينها للقمر. مثل ما انتم شايفين هالمناطق الداكنة، يعتقدون الناس أول أنها بحار، فحتى أطلقوا عليها أسامي يعني.
بحر الشدائد، بحر الظلمات، بحر الأمطار، هذه كلها مسميات أطلقت على هذه المناطق الداكنة في القمر. مثل ما قلت لكم، القمر أقرب الأجرام السماوية لنا. قطر القمر لا يتجاوز 3476، وبعد القمر عنا تقريبا 384,400 كيلو، هذا بعد القمر عنا. و بنتطرق أيضا لموضوع، بنشرح لكم يعني اللي هو قلنا ليش نحن ما نشوف الوجه الآخر للقمر. حاولت أنا أبسط كذا مرة للربع اللي أنا أعرفهم، إن أنت مثلا كأنك في دوار وتشوف ربيعك في السيارة الثانية اللي جابتنك ويدور، فمهما يدور أنت ما بتشوف إلا جانب واحد من هالسيارة أو من الشخص الموجود هناك، يعني بتشوفه هو فقط يدور، ما بتشوف الجانب الآخر. فالحمد لله حصلت فيديو مناسب للريال يشرح، بتسمعونه يعني حتى لا يخرب عليكم. طبعا هالخط رسمه حتى ان تتضح لنا الصورة اكثر يعني. لكن شوفوا دورته كيف. أتوقع واضحة وسهلة يعني، فهمت الفكرة ليش نحن نشوف جانب واحد من القمر وليش الجانب الآخر نحن نسميه الجانب المظلم. هي هاي الفكرة، مثل ما قلنا لكم بشكل بسيط، الشمس تلاحظونها على اليمين، القمر أول ما يبتدي قمر وليد محاق، ثم هلال أول للشهر، تربيع أول، أحدب متزايد، وبعد ذلك البدر في اكتمال القمر، عقب أحدب متناقص، تربيع ثاني آخر الشهر، وهلال آخر الشهر. هذه كلها أطوار القمر. طبعا القمر عادة في أول 3 أيام يسمى هلال، بعد ذلك تقدر تقول عنه القمر، وآخر 3 أيام أيضا من الشهر نفسه يطلق على القمر هلال، لأن شكله طبعا هلال. وطبعا في أيضا معلومة، الهلال فتحة الهلال وين اتجاهه أيضا هذه مفيدة، واللي يروحون يشوفون مثلا هلال أو يبون يرصدون هلال لازم يحطون هذا الشيء في بالهم حتى لا يلتبس عليهم أمر آخر يعني. زين، الأهلة يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. طبعا الأهلة لها شروط، لها أمور، لها قواعد، ولازم يكون شخص متخصص في الموضوع. الشخص اللي بيطلع بيرصد لازم تكون له بعض القواعد حساس انه يطلع، مش بس يطلع ويتفاجأ انه لا الجو مثلا مغير، انه مثلا لا عمر القمر مثلا 12 يوم، اسف يعني اقل عن 12 ساعة، القمر مثلا الهلال جري من خط الافق، هذه كلها تحول دون رؤية الهلال.
شخص يوم يطلع لازم يطلع هو عنده بعض الأشياء في باله دارسها وعارف عنها. هني ذكرت لكم بعض النقاط اللي المرأي لازم وهو طالع لازم يعرفها: ولادة الهلال المعتبرة، المكث بعد غروب الشمس، خروج الهلال من تحت شعاع الشمس، وظهور النور فيه. هذه الشروط كلها وضعت حتى لا تلتبس على الناس إن مثلا، وتبعد الشك يعني. ولادة الهلال المعتبرة بإذن الله تعالى بعد تقريبا أسبوع، بعد تقريبا أسبوعين بتاريخ 23 من هذا الشهر 23/4 يوم الخميس إن شاء الله، ما 29 شعبان، بينولد هلال رمضان الجديد الساعة 6:25 صباحا. فمن ولادته الهلال إلين غروب الشمس بيكمل حوالي 13 ساعة. فهني احتمال كبير انشاف الهلال، فرصة لأن المتراي يقدر يطلع ويروح ويشوفه. مكثه بعد غروب الشمس، تغرب الشمس في هاك اليوم يوم الخميس 23/4، تغرب الشمس الساعة 7 إلى 5، والقمر بيغرب بعد غروب الشمس ب20 دقيقة. أيضا هذه فرصة للمتراء إنه يشوف الهلال. خروجه من تحت شعاع الشمس أيضا الفترة هذه زمنية مناسبة، وظهور النور فيه طبعا تم أكثر من 12 ساعة، فهذه أيضا من الإيجابيات اللي قد يجدها المتراعي. الشرح تحت هنا: لا يقل عمر الهلال من لحظة الميلاد أو الاقتران. الاقتران مثل ما قلنا لكم اقتران القمر بالشمس، ووجوده في الوسط بين الشمس والأرض. طبعا أنا قاعد أتكلم، بس اللي عنده أي سؤال أي شيء يقدر يكتبه في التعليقات في الأسفل. والنقطة الثانية: أن يبتعد القمر عن الشمس لحظة غروبها بمسافة لا تقل عن 8 درجات. زين، 8 درجات سماوية. أنا بعلمكم طريقة سهلة لحساب الدرجات، تحفظونها، هي يعني طريقة بسيطة يعني. هذه تعتبر درجة، اللي حسبت بصبعك بهالطريقة درجة، بهالطريقة 10 درجات، فردت أصابعك 20 درجة، فأنت تمد إيدك على للنهاية زين، وتحسب وين الهلال، وتحسب الكب بهالطريقة. فهذه الحسابات اللي يأخذونها الفلكيين. وأن يغرب القمر بعد غروب الشمس ب30 دقيقة أو أكثر، هذه أيضا من الفرص اللي يعني تكون سهلة جدا للمترائي، أن إذا كان القمر بيغرب 30 دقيقة معناته رؤية الهلال بتكون سهلة، بتكون بشكل واضح، واليوم اللي بعده بيكون طبعا شهر جديد. وإذا هذه الشروط كلها أعلاه ما توفرت، معناته اليوم اللي عقبه تتمة الشهر، واللي عقبه تكون بداية الشهر الجديد. سويت لكم مخطط بسيط ورسم بسيط للفرضيات هذه. نحن عندنا 3 أشياء لازم نحطها في الحسبان: عندنا شيء مستحيل، وعندنا صعب، وعندنا ممكنة. رؤية الهلال مستحيلة صعبة وممكنة. فالمستحيلة مثل ما انتم شايفين الهلال موجود في الأسفل خط الأفق ويا الشمس، فغروبه بيكون مع غروب الشمس، فهني صعب نقول إنه يعني، لا مش إنه صعب، أعتذر، مستحيلة الرؤية هنا مستحيلة بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، أو بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس. يعني أحيانا يكون في هاليوم الهلال تحت الأفق يعني. رؤية الهلال صعبة
بالعين المجردة أو بالتلسكوب، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال أو بسبب قربه من الأفق. مثل ما تلاحظون الهلال الجديد موجود بالقرب من الشمس وقريب من خط الأفق، وأيضا غروبه هني ما يتجاوز يمكن 5 دقائق، فأيضا هني الرؤية أو فرصة رؤية الهلال تكون صعبة. الفرضية الأخيرة اللي هي رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة، نعم هني ممكنة، هلال موجود في موقع جيد بعيد عن خط الأفق وسيغرب بعد غروب الشمس بفترة يعني سهلة، يعني فترة كبيرة اللي هي أكثر عن 20 دقيقة. بعض الفلكيين يحط أن المدة تكون 40 دقيقة، وهذه شوي يعني كنوع من التأكيد على أساس أن هذا الشيء لازم الناس تكون واثقة منه وتحطه في الحسبان بشكل مؤكد. يعني هني الرؤية، فرصة رؤية الهلال ممكنة. طبعا نحن هني قاعدين نشرح فقط، فدراسة هذه عن كيفية المترائي وكيف يحكم على المترائي إنه شاف الهلال ما شاف الهلال. في النهاية القرار يعود لولي الأمر أو المحكمة العليا أو الأوقاف في إعلان دخول الشهر من عدمه. هذه الدراسة فقط شو هي الإمكانيات إن الناس يقدرون يشوفون فيها الهلال من عدمه. ملاحظة قبل أنتقل للسلايد الآخر الأخير، هذه صورة الهلال شهر شعبان، صورتها يوم الأربعاء بتاريخ 30 رجب 1441 هجرية. طبعا التقويم الهجري اللي عندنا يوم الأربعاء كان يصادف 1 شعبان عدل، فصار يوم الخميس 26 مارس، يعني يوم الخميس هو اللي يصادف 1 من شعبان. طبعا تلاحظون الهلال هني صغير جدا، وصورت أنا هالهلال عن طريق التلسكوب باستخدام الكاميرا وعن طريق التلسكوب. الرؤية هني ما كانت واضحة أبدا ولا قدرت أشوف الهلال بصعوبة جدا، يعني تمكنت من تحديد موقع الهلال من خلال التلسكوب. وبالرغم من وجود التلسكوب ومن يعني مثبت باتجاه الهلال وأشوف الهلال من الكاميرا، لكن بالعين المجردة ما استطعت أني أشوفه بسبب شو اسمه العوالق الترابية هذاك اليوم، وبسبب أننا أيضا في وسط المدينة فالتلوث الضوئي كان يحول دون رؤية الهلال. لذلك يفضل المترائي أنه يروح أماكن بعيدة. هني عندنا في الدولة مثل جبل حفيت أو جبل جيس أو في المناطق البعيدة تماما عن الإضاء، ويكون مرتفع حتى أنا لا أغطي عليه. إذا كان مثلا في الصحراء كثبان رملية اللي في البر ما أغطي عليه. معلومات شهر رمضان لهذا العام، هذا الجدول في شرح يعني كذا دولة من طوكيو إلى باكستان إلى عمان، مكة المكرمة، صنعاء، القاهرة، يعني ها جدول في بعض الدول أو مثل ما يقولون بعض المطالع. يعني يهمنا هنا مكة المكرمة، يحدث الاقتران الساعة 5:27 بتوقيتهم، نحن عندنا بيكون تقريبا 6:27 صباحا. غروب الشمس عندهم 6:46، غروب القمر 7:09، عمر القمر هني 14 ساعة، يعني احتمال رؤية الهلال هني واردة جدا، يعني رؤية الهلال يوم الخميس واردة. فيكون عندنا بإذن الله تعالى تاريخ 24/4 إن شاء الله يكون غرة رمضان. بالنسبة للحسابات اللي احنا نشوفها حاليا، ارتفاع القمر عن الأفق هني عندنا 5 درجات عند الغروب، يعني البعد زاوية القمر 7 درجات، موقع القمر بالنسبة للشمس، الشمس بتكون جنوب القمر،
فنسبة إضاءة الهلال 0.4 أيضا هذه جيدة، فهنيئا إن شاء الله تعالى بهذه الطريقة. يعني المترائي يحط هالنقاط في باله قبل لا يروح يتراءى، متى يغرب القمر، متى الشمس، ومتى يحدث الاقتران، كل هذه الأشياء يأخذها في الحسبان. والمحكمة العليا بناء على المعلومات أو المعطيات هذه باستطاعتها رفض شهادة المترائي من قبولها. هذا اللي عندي، وسامحوني على الإطالة، ويمكن هذه أول مرة أنا أبث بهذه الطريقة، بثيت بهذه الطريقة لأنها تكون أسهل بالنسبة للكل، يعني الناس كلها تقدر تشوفها وتكون موجودة عندي في ال، إن شاء الله راح أحفظها عندي في القناة، اللي يبغى يرجع لها في أي وقت. المعلومات بسيطة سريعة، إن شاء الله نكون قد وفينا. وإذا عندكم أي أسئلة أنا حاضر، يعني جزاكم الله خير. ماشي، سورة الناصر، برافو، الصوت واضح، بس هاي التعليقات الثلاث، والمتواجدين 12 شخص، يعني الحمد لله شيء طيب. أي استفسار، أي شيء، أي ملاحظات؟ إن شاء الله، العفو، الحمد لله أنها كانت معلومات طيبة، جزاكم الله خير، سابين، حصة، بارك الله فيكم كلكم، وناس، شكرا لكم على الحضور والتواجد، إن شاء الله، اللي عنده أي تعليق بخصوص الإلقاء، بخصوص هذا، لا يعني لا يبخل علينا فيها، يعني هذه أول مرة نحن نقدم مثل هالأشياء وفي هالقناة يعني، فالحمد لله رب العالمين. توفيق من رب العالمين، والشكر موصول أيضا لأخونا معتصم بالله، حثني قال لي لا لازم تقدم وشوف لك طريقة معينة، فزين تعلمنا على هالبرنامج أن نبث من خلال الكمبيوتر، وإن شاء الله راح نستمر بهالموضوع إن شاء الله تعالى. ما نطرش لكم الملف هذا بكم، إذا حد يبغى يستخدمه في معلومات بسيطة، واللي عنده أي سؤال يقدر يتواصل وياي، مواقع الإلكترونية والملف والمواقع التواصل الاجتماعي موجود، انستغرام، في عندي حساب خاص بالفلك، وعندي حساب خاص بالخط العربي أيضا، وحسابي الشخصي يعني، وتويتر، إن شاء الله حاضر، أي سؤال، أي شيء تستفسرون به تواصلوا وياي، موجود يعني. جزاكم الله خير، راح العفو، شكرا، وصل وصل سلامة معتصم. المهم راح نغلق البث إن شاء الله. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. شكرا.